انا ديما بشكل ديزاين يعني كل ساعه عندنا باش ندير الاحتياجات ونجينا نجيو الحمله اللي راح نتعملوا على المستوى التعليمي خاصة مكتسبه من عمق ايضا قطاع التضامن الوطني. فاتح من أكتوبر من كل سنة يعد مناسبة مزدوجة لإحياء اليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي، موعداً لانطلاق الحملة السنوية الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تشرف عليه وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة في المجال والأطقم الطبية ومن خلال الخلايا الجوارية للتضامن المنتشرة عبر ربوع الوطن بواقع 275 خلية، فإننا نستحضر مجهودات الدولة في الوقاية ومكافحة هذا المرض من خلال القرار السيادي للسيد الرئيس باستحداث اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وما صاحبها من قرارات ملمة بالواقع المجتمعي. الآن في الجزائر نسبة الشفاء لمرضى السرطان خمس سنوات هي حوالي 77%، لكن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نسبة 97%، يعني كل إذا كان مبسط كل 100 مرأة مصابة بسرطان يعني نسبة الشفاء من السرطان مدة خمس سنوات هي الآن حوالي 97 إلى 99%، وهذا هو الهدف الأساسي لنا كلجنة أو بالتعامل مع وزارة الصحة ووزارة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عن طريق هذه الحملات وعن طريق الكشف المبكر، لأن عن طريق الكشف المبكر يتم الاكتشاف السرطانات في حالتها الأولى، وعندما يكون الاكتشاف في سرطاناتها الحالة الأولى في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تكون له فوائد عديدة، فوائد بالنسبة للمريض وهي نسبة الشفاء كما قلت اللي يكون أكثر من 99%. الشيء الثاني هو التكفل بالنسبة للدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية أنه تكون أقل تكاليف، وهذا لا يكون إلا عن طريق بالتعامل مع وزارة التضامن ووزارة الصحة وكذلك الجمعيات.